ضيفنا سيد خليل الزاوي الامين العام للتكتل، اهلا وسهلا بك. بيك يعيشك وشكرا على الاستضافه ومبروك الاستديوهات الجدد. شكرا على حضورك ويبارك فيك. هذه اول مره معنا في الاستوديو الجديد نتاعنا في اكسبريس اف ام. نحكيو على 14 جانفي، نحكيو على ما بعد 14 جانفي 2022، بعد المسيرات اللي صارت في 14 جانفي، بعد المواجهات اللي صارت ما بعد 14 جانفي. في الاخير شنو خرجنا خليل الزاوي؟ يعني خرجنا انه اول حاجه ناسفوا له انه الاشكاليات السياسيه ولات تعالج بطرق امنيه، وهذه ذكرنا بماضي معناها اللي احنا في بالنا طويله. كي ثم خلافات سياسيه نهبطوا الامن، لانه شو اللي وقع؟ فما ناس هبطت 14 جانفي تحب تعبر على رايها بطريقه سلميه مع احترام القانون ومع احترام الاجراءات، ووقعت مواجهتها بعنف يعني بالطريقة الأمنية. ثم تلاها في اليوم الموالي خطاب من رئيس الجمهورية معناها يضاهي العنف البوليسي اللي عاشته يوم 14 جانفي من ترذيل وتخوين، ومعناها الكلمات اللي معناها ما نحبوش نذكروها لأنه نعتبره أنه رئيس الجمهورية ومقام رفيع يزمو يرتفع حتى في الأسلوب متاعه. هذا هو للأسف، وعندما معناها ناخذ المنعرج نتاع المعالجه الامنيه للاشكاليات السياسيه ما ثمش توقف، ما تقفش حاجه تجيب اخرى، والخطا الامني يقع في اي مجال. راكم شفتوا معناها ثم متوفي معناها من جراء اللي وقع، تو القضاء يقول كلمته فيه والعداله تقول كلمتها فيه، لكن هذا يعطي صوره سيئه. انا يوم 14 جانفي بالصدفه تلقيت مع الصحفي الاجنبي تاع ليبراسيون بعد اللي وقع له، وهو صحفي قار في تونس معناها كوريسبوندون، يعني معناها ما عندوش اضرار مظاهر معناها ماكل معناها تريحه وخذا 15 يوم اظن راحه، لكن اللي كان مسه اكثر هو انه معناها يقول لهم راني صحفي وري في الكارد بريس وياكل في الضرب. يعني هذا هو التجسيد التعامل الامني مع الاشكاليات السياسيه. هذا سي ليكزومبل تيب معناها. ما يخفيكش خليل الزاوية، اي نظام في العالم يسعى كونه تكون عنده صوره باهيه حتى مهما كان النظام. حاجات كيما هكا تشوه النظام اكثر من اللي تفيده. بمعنى شنو هو تفسير كونه مثلا صحفي اجنبي والا مواطنين عاديين والا متظاهرين ولا مهما كان الصفه نتاعهم يتعرضوا للي صار لهم نهار 14 جانفي؟ كي تعطى تعليمات صارمه للامن باش يمنع اشياء فيقع الديراباج. هذا هو الاشكال معناها، هذا هو الاشكال معناها. فما معناها تعليمات صارمه، ما انا شفت المناضلين نتاع الاحزاب التنسيقيه توقفوا برشا، اما احنا وقفونا سبعه وقتها توقفوا. الطريقه اللي وقع بها الايقاف معناها طريقه عنيفه جدا، معناها فما ناس بعاد على الوفاه بعد حتى المسيره، معناها بعاد على المسيره ويخرج كما الكوموندو من المنتالي ويقع اختطافهم معناها، وهذا معناها يعطي صوره سيئه. ووقع توثيقه والاعتدادات كل وقع توثيقها، يعني نعيشوا حاله معناها سيئه ما تعطيش صوره باهيه لتونس، وتعطي صوره انه يوم 14 جانفي اللي هو يوم معناها سقوط نظام بن علي انه في نفس اليوم تقع معناها ممارسات بالشكل هذايا تجاه معناها تحركات سلميه اللي كانت نجم تقع اي بطريقه عاديه جدا وما تكونش عندها خلقت الجو هذايا واعطت الصوره السيئه هذايا. كيفاش تحب الاستثمار يجيك وكيفاش تحب الاجانب يجيوك وكيفاش تحب معناها تقع الامور بكل معناها سلاسه في تونس بعد اللي كي ثم اشكال يقع اللجوء الى الامن؟ وهذايا يعني معناها احنا ما نحبوش الامن يكون اداه لحل الاشكاليات السياسيه. فما شكون يقول سي خليل انكم لوجتوا على المواجهه هذه وانكم حبيت بخروجكم نهارتها بالرغم من المنع، هو منع النجم وزاد نحكيو عليه في حد ذاته، لكن في اخر الامر الدوله منعت التجمعات وانتم خرجتوا كمان، فبالتالي فما نوع زاد من الاستفزاز من عندكم انتم.
اللي يهبط في الشارع معناها ويعبر على شعارات معناها هذي يعتبر استفزاز، معناها ما فيش استفزاز. احنا في المرحلة الأولى كنا في شارع هذه المجموعة اللي تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، معناها كنا في شارع باريس ومش نتجهوا لشارع الحبيب بورقيبة، الجدار الأمني كان التعامل نتاعو جيد وحضاري وما فيش معناها صدامات وكل شيء. بعد وقفنا غاديكا كنا باش نتنقلوا للشيرة التجمع الموجود بحذا البنك المركزي، غاديكا في جون جوريس معناها وقعت معناها مواجهات اللي ما كناش ننتظروها معناها، وكان معناها التعامل معناها همجي معناها. وقت ترى معناها موتورات يدخلوا في وسط المتظاهرين بسرعة كبيرة معناها، وسيارات معناها تتعدى في وسط المتظاهرين في نهج معناها نهج المقترعتية اللي هو نهج مش عريض معناها، تقول فما حاجة معناها ما نفهموش علاش معناها التعامل بالشكل هذا مع ناس اللي يعرفوهم شكونهم ويعرفوا معناها الناس مسؤولين وناس معروفين في المجتمع المدني المجتمع السياسي، ومش اللي بشي معناها يقوموا بعمليات معناها عنف. تنجم معناها كي تحب تمنع التوجه، منعونا من التوجه لشارع حبيب بورقيبة، قبلناها معناها ما وقعش صدام ومحاولة اختراق الحاجز الأمني، قبلناها عادي معناها احتجينا بالكلام. وهذا هو هذه الديمقراطيه رو معناها، كان ما نعيشوش بالحريه معناها بالشكل هذا. نطرح لك خليل الزاويه سؤال بطريقه اخرى، لنفترض كونه الاحداث اللي هبطت سواء في شارع الحبيب بورقيبه ولا قدام البنك المركزي ولا في الشوارع والانهج القريبه من المكان هذاك ما لقاتش التعزيزات الامنيه هذيك الكل وصارت المسيرات بكل حريه، شنو كان هذا باش يقلق النظام الموجود؟ حتى بل بالعكس، يقول انا يعطي صوره ايجابيه، يقول لك شفت انا راني رغب لان اختلف معهم، فقلت لهم حريه التعبير، وهذا دليل على انه معناها انا معناها نحترم حريه التعبير ونحترم الحريات العامه والمسار الديمقراطي، ممكن يربح منها يكسب منها. بالعكس خسر، شوف معناها المواقف الدوليه اللي خرجت معناها مواقف معناها اللي قليل. احنا كنا نشوفوا انه وزاره الخارجيه الفرنسويه تخرج بيان فيما يخص وضعيه الحريات في تونس، قليل ياسر معناها. انا شخصيا ما نذكرش برشا معناها، كان في الفتره الاخيره اللي ما قبل 14 جانفي 2011، من قبل ديما معروفه الخارجيه الفرنسيه بمعناها انها رزينه وما تخرجش معناها، اللي ديسكريت معناها ديبلوماسي ديسكريت. لكن ساعه الحاجه الصحفي فرنسي في وسيله اعلام فرنسيه، والوضع معناها مقلق، وهذا يعطي معناها ما يعطيش صوره ايجابيه معناها لتونس، واحنا ما نحبوش راهو الشيء هذا. هل التعامل الامني هذا، هل فكرك في احداث سابقه صارت فيها معناها مناوشات ولا اكثر شويه ما بين الامن والمتظاهرين؟ وقعت احداث اللي معناها ناسفوا لها وكانت غلطه، ونجم حتى نقول لك انا كنت في الحكومه انا ذاك 9 ابريل 2012 معناها اللي معناها صارت ميليشيات خطا جسيم معناها، وقع فيها نقاش داخل الحكومه وخطا وكذا، وقع تجاوز. ومن بعد كيفاش تم النقاش فيها وقتها داخل الحكومه؟ نذكروا لي وقتها صارت احداث مؤسفه جدا. لازم نحطوا شويه الكونتكست باش نذكروا شويه، انه منذ حكومة السلباجي قايد السبسي يرحمه في 2011 إلى معناها مارس 2012 شارع حبيب بورقيبة غلق، ما عاد في حتى تحرم، موقعت فيه منع للتظاهر، تذكروها بالكدا هذيك معناها تخذ قرار والناس احترمته القرار، بعد القصبة اثنين وبعد كذا كذا، هي يمكن أول تحرك. 20 مارس سمح، و14 جانفي سمح بالاحتفالات، جو احتفالي، لكن التظاهر معناها المعارض معناها لم يسمح، وقعت تجاوزات وعدم سوء تقدير من الأجهزة، وتحمل المسؤولية معناها بالأساس وزير الداخلية معناها وقتها علي العريض، وقتها علي العريض تحمس بالأساس أنت وقتها وزير شؤون الاجتماعية. احنا كنا وقتها في روضة الشهداء في السجومي، وجاتنا هكا اخبار نتاع معناها انه فما اشياء وقعت في وسط البلاد ما كانش علينا، لكن معناها تحمل المسؤوليه في هذاك
وكان تجاوز غير مقبول ومن بعد معناها بطبيعة الحال تم النقاش فيه في مجلس وزاري شنو اللي صار؟ تم النقاش فيه انه كان تجاوزات خاطئة ومش صحيح وما حقوش وحق وقع السماح وتأطير وفقط معناها هذا هذا اللي وقع. تم الاعتراف بالخطأ على الأقل من الإقرار بالخطأ بطبيعة الحال معناها. اللي صار في 14 جان في سي خليل هل تراه أنت كنوع من التجاوز الظرفي نتاع نهارتها على خاطر فما قرار نتاع منع التجمعات الى اخره، والا تراه بدايه انحدار نحو نوع من الاستبداد الدائم؟ كان غدوه ولا شهر الجاي تعاودوا تخرجوا في مسيره بدون المره هذه يعني منع التجمعات ويتم التصرف معاكم بنفس الطريقه، تراه انه هذا يعني بدايه كهو؟ نتمنى انها تكون معناها حادثه ويقع معناها اخذ العبره منها وتجاوزها. نتمنى هذا، انا ما نحبش البلاد تدخل في المنحدر هذا نتاع معناها كما قلت لكم مقبليك معالجه الاشكاليات السياسيه بالحلول الامنيه. نتمنى الشيء هذايا معناها، لكن يلزم واحد ديما ثم اليقظه، اليقظة وديما التذكير، والمنظمات المجتمع المدني اللي عملت ندوة صحفية منذ يومين عدد كبير ذولي 23 ولا حاجة هكا، كل المنظمات اللي ماشي معروفة بقربها لحركة النهضة، باش ما نقولوش أنا ضد حركة النهضة، معناها كلها عبرت عن نفس الموقف، معناها انها معناها تندت بالتجاوزات وتحذر انه اليوم كانت التجاوزات وقعت في ضد جزء من هذايا تنجم من قدوه تمس الناس الكل، اي جهه معينه، اي جهه معينه معناها ما كانت نجم يكون اضراب في معمل معناها تصير فيه اشكاليات من نوع هذايا، مش بالضروره المعارضين السياسيين، التحركات المجتمعيه، وتعرفوا اللي في تونس نزلنا بعد 10 سنين ثم حراك اجتماعي كبير وساعات يقع خارج حتى الاطار المؤطر نتاع النقابات، ويقع الحراك في جهه معينه في منطقه معينه، وانا عشنا اللي وقع في المصب نتاع عقارب معناها اللي شعيره ولا معناها كانت باش تقع اشياء معناها اشياء خطيره كانت تجب تقع، مش في التجاوزات الامنيه لكن في عملية الصدام وقت المواطنين ما يلقاوش معناها حاجة معناها اللي يرغبوا فيها ينجموا تقع معناها تجاوزات اللي تؤدي إلى أشياء خطيرة معناها. الرمزية نتاع كونه مثلا حكينا قبليك على أحداث 9 أبريل 2012 وقتها النهضة في الحكم، وزارة الداخلية من نصيب النهضة وقتها، اليوم نهضة في المعارضة، التعامل الأمني خلينا نقوله هو بيدو، هالرمزية كونه اللي كان في الحكم البارح اليوم ولا في المعارضة، واللي هو البارح كان يتهم بكونه جلاد أصبح اليوم في موضع الضحية، ما تعطيناش هكا، ما ترجعناش شوية شاهد العقل لشكون؟ والله للناس الكل من المفروض معناها خلينا في حالة وعي جماعية معناها. أكيد معناها أنها لازم ترجع على شاهد العقل للناس الكل، وأنه ديما أنا الكلمة كنت نقولها حتى معناها كنا في الترويكا مع حركة النهضة نقولوا راهو كي نعملوا قانون يهم الحكم ديما اللي هو حاليا في السلطة يفكر على أنه نهار آخر يولي في المعارضة، دونك يلزموا يعمل قانون اللي وقت اللي هو في يبدا في المعارضة يحمي حق المعارضة. وهذه يمكن الـ 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 معناها الدروس اللي لازم يستخلصوها واللي ما استخلصتهاش للاسف حركه النهضه معناها، لان معناها استانست بانها موجوده في السلطه مهما كان موقعها ووزنها في السلطه، لكن بقي عندها حمايه نوعا ما من السلطه معناها متواجده في السلطه. ضيفنا خليل الزاويه الامين العام للتكتل، نواصل حوارنا معك بعد عناوين الاخبار مع فدوى التركي. لا كرياسيون دو فالور سي نو 10 ans d'expérience, c'est Express FM. Hadith Sarah. اهلا وسهلا بك فدوى. مرحبا وليد. ابرز عناوين الاخبار. مختص في علم الفيروسات يقول فلورونا ليست بمتحور جديد لكورونا بل هو اصابه مزدوجه بين زوز فيروسات هما الانفلونزا والكورونا. وزاره التجاره تصدر بلاغ تقول انه انطلاق موسم التخفيضات الشتويه العام هذا باش يكون ابتداء من غره فيفري 2022 وباش يتواصل على مدى 6 أسابيع متتاليه. وفي الشان العالمي وبعد تصريحات مثيره للجدل جو بايدن يتعهد برد صارم على اي تحرك عسكري روسي في اوكرانيا. شكرا لك فدوى التركي. أكثر تفاصيل في موجز مذي ساعة ونص، نواصل مع ضيف الساعة سيد خليل الزاوية. مذي في الساعة بسخيل وزوز فيروس
وحاجه جديده. اي ما هو هو هذه المشكله، احنا ما سلكناهاش مع كورونا تو باش نوليو نحكيو على الفلور وما نعرفش هو متحور ماهوش متحور. بون الحوار يطول ولو هذا يمكن يجي في حكم اختصاصك خليل الزاويه. انا باش نرجع ل 14 جانفي ولو بعد شويه باش نخاطب اكثر وزير الشؤون الاجتماعيه السابق، وخاصه باش نحكيو على المرسوم المنشور 20 وعلى لقاء الرئيس بالامين العام للاتحاد وخاصه على اضراب البريد. قبل هذا نحب نرجع ل 14 جانفي. منذ تقريبا منذ ساعه او اكثر حركه النهضه عقدت ندوه صحفيه حول وفاه اللي سمته هي باحد المنتمين الى الحزب سي رضا بوزيان اللي نترحموا عليه. يقول الناطق الرسمي لحركه النهضه سي الخميري يقول كونه المواطن هذايا خرج شارك في الاحتجاجات وعائلته ما لم تعثر له عائلته على اي اثر الى حدود يوم امس، اين تم الابلاغ عن وفاته بنزيف حاد في الدماغ. هذا ممكن معناها وارد ان واحد ما يلقاهوش يقعد. معناها انا باعتباري طبيب في نشتغل في المستشفى العمومي نعرف الحالات هذه تقع، انه ساعات واحد يقع له حادث وما عندوش اوراق وما نلقاوش كيفاش نتصلوا بعائلته ويقعد معناها عائلته تبحث عليه يومين وثلاثه ومن بعد تجي. معناها هذا وارد. لكن نزيف هذه احنا في القطاع الصحه نعتبروه معناها حاله مش عاديه لكن تقع برشا في. لكن شنو اللي يوصل النزيف في الدماغ؟ ما نعرفش شنو الاسباب هذه. الطب الشرعي فما حالتين، فما الحاله انه يقع معناها نزيف في الدماغ بضربه يقتلها على راسه، هذه الاكثر الحالات، والا وضعيه نتاع ضغط نفسي قوي اللي تعطي معناها التونسيون تطلع، والتونسيون معناها كي تطلع التونسيون معناها تنجم تعمل نزيف في الدماغ. المتوفي عمره 56 سنه معناها ماهوش معناها صغير، نجم يكون عنده غرز دم عنده سكر ما نعرفش معناها. اما هذه امراض نجم تعرض انسان في وضعيه ضغط يعمل معناها نقولوا احنا في سي موراجيك معناها نزيف في الدماغ، هذا نجم يقع. هذا راي الطبيب خليل الزاويه. السياسي لا، الراي السياسي احنا اصدرنا بيان تنسيقيه الاحزاب الديمقراطيه الاجتماعيه اصدرت بيان البارح في الليل حول الوفاة هذه. معناها الصور اللي ريناها في شبكة التواصل الاجتماعي حول معناها اللي وقع له من طرف الأمن معناها غير مقبول. معناها راجل في القاع ويضربوا فيه ووقع صحله معناها كركروا فيه في القاع وكرشوا معاه معناها ظهر معناها وقع ثم معناها تعامل غير مقبول معاه معناها ماهوش إفراط في استعمال القوة. وعلى فكرة شكونوا واضحين معناها حركة النهضة تقول اللي ما كانش موجود في القائمة نتاع الموقوفين لانه وقع حمله، يقول لي وقع حمله بسرعه للمستشفى، على ذاك مش موقوف، لم يعتبر موقوف لانه وقع معناها نقله للمستشفى ماهوش موقوف. معناها هذا اللي وقع. تو الطب الشرعي باش يعطي سبب الوفاه، فما السبب المباشره كان ضربه على راسه ونزيف منها واضح، وكان حاجه اخرى فما اسباب. لكن كي واحد يقع الضغط معناها هذه باش نرجعوا جست للمقارنه، الوضعيه نتاع نقض معناها السبب المباشر للوفاه هو معناها جاتو انفاركتوس في القلب معناها واضح، لكن الوضعيه الضغط اللي جات اللي عاشها بالتعنيف رغم اللي ماهوش السبب المباشر معناها معناها يعتبر سبب غير مباشر للوفاة، لكن هي خلقت له ان سيتواسيون دو ستريس اللي تعمل انفاركتوس معروف. هذه معناها في الطب احنا انا باعتبار الاختصاص نتاعي معناها نعرف اللي مثلا هذا كما يقولوا لا جوريسبريدونس نتاع الحوادث المرور، ساعات واحد عمل حادث مرور اللي ما فيهش معناها حاجه مقصوده ولا حاجه مثلا تتكسر ساقه، لكن هو باعتباره عنده السكر وعنده غرز دم وكذا تنجمك الكسر هذاك اللي عاده عند انسان عادي ما عندوش ما يتسببش ما يتسببش حتى شيء ينجم تسبب له تجيه انجريه وتساق وتتقص. شو نقولوا؟ نقولوا لا مش من حادث المرور، من حادث المرور. كي نرجعوا توا سي خليل الشأن العام كانه الشارع السياسي
قاعد يترقب في الشارع الاجتماعي باش يخلط عليه في العركة هذه. فما حتى شكون يقول أنه انهارت اللي الشارع الاجتماعي باش يحب يحتج، مش يحب يقول لا على الوضع الموجود هذا، خاصة الاقتصادي والاجتماعي منه في علاقة بقانون المالية إلى آخره. في اللحظة هذيك فما شكون يقول السورات روتار، وقتها باش يكون النظام الحالي تمكن بما فيه الكفاية، وفي أحسن الحالات احتجاجات من النوع هذا باش يتم قبولها بالعنف وبالسجن الى اخره. الوضع المالي للدولة التونسية وضع صعب، وانت تعرف القانون المالية ما ينجم يتواصل الا في صورة ثم اتفاق مع الفمي. معناها الناس اللي ترتقب الوضع هذا، لانه فما ناس مناضلين قدم، واحنا من عهد بن علي كنا معناها نعارضوا سياسيا، وفما شكون في المجال الاجتماعي ومجال الحقوقي، لكن كنا نقولوا انهارت الازمه الاجتماعيه باش تحتد، باش تلتحق المطالب الاجتماعيه بالمطالب السياسيه، وهذا اللي وقع في 14 جانفي. معناها مطالب اجتماعيه التحقت بالمطالب السياسيه واسقطت النظام. هذا ممكن، معناها هذا ممكن، لكن ذل المعارضه يلزمها معناها تكون اكثر برو اكتيف من الناحيه السياسيه، لانه احنا عندنا محطات سياسيه قاعدين نعيشوا في معناها استشاره فولكلوريه، معناها ماسكارات وتحذير لتغيير نصوص قانونيه اللي ما نعرفوهاش شنو هي، هل ترى الدستور، هل ترى في غالب الظن حسب ما نشوف التمشي بتاع رئيس الجمهوريه يحب يغير كل شيء بقراراته في بخصوص المجلس الاعلى للقضاء، ظاهر يحب يغير كل شيء. لكن لازم المعارضه تكون أكثر معناها نشاط سياسيا في طرح البدائل وفي تعبية الرأي العام حول البدائل هذه وحول خطر البدائل اللي يمكن يقترحها رئيس الجمهورية. وهذا معناها يطلب جهد كبير، ويطلب معناها معناها صياغة خريطة طريق، ويطلب صياغة معناها برنامج مرحلي للمعارضة الديمقراطية. اليوم تشوف كانوا فما نوع من القطيعة بين المعارضة والشارع؟ اليوم الشارع مازال في وضعية 25 جويلية، معنى أنه فرحان بإزالة منظومة فاسدة اللي احنا متفقين أنها منظومة فاسدة وإزاحتها كانت نجم تعطي حاجة إيجابية، لكن اعتبرنا أنه القرارات اللي اتخذت فيما بعد كلها أفشلت 25 جويلية. أنا نعتبر أنه وقع واحد تمز عينه بيده. معناها تحكي على 22 سبتمبر معناها الكل تمشي ككل تمشي ككل، يعني توت لا ديمارش، معناها غياب التشارك، غياب القرارات، محتوى القرارات، خريطة الطريق اللي اقترحها في ديسمبر، كلها معناها تمشي ككامل، معناها غير موفق. يعني الناس مازالت في هذيك النهضه، والناس الائتلاف اللي معاها ائتلاف الكرامه والقلب تونس والمستقلين والمجموعات اللي كانت معاها، كلها كانت مجهد رديء، ما عرفش يسير البلاد، ما عرفش يواجه الكورونا، هذا الكل مازلنا فيه وانا ارتحنا منهم. لكن بعد بطبيعه الحال ثم لابس دو تون، يلزم وقت فتره من الزمن باش العباد تبدا تبحث عليه، ومن بعد فين جاء وفين وصلنا وشو اللي عملنا. الى حد الان مازالت ناس عندها فسحه من الامل، لكن ولات متخوفه لانها ترى اللي قاعد صاير، وترى الوضع المالي نتاعها بدات الامور تصعب شويه. معناها وترى مثلا نعطيك مثال الحظايا، هذوما العمال الحظايا اللي باش يقع ترسيمهم، كي تخرج القائمات ويقع التراجع في الاتفاقات، وانه الناس تلقى روحها باش تترسم اون 2024 اون 2025، وهي معناها ليها 10 سنين حظاير واكثر من 10 سنين، ومعناها وتستنى في الترسيم، تولي تخلق معناها نوع من الغضب، لانه الوضعيه اللي يشتغل معناها على حظيره راهو وضعيه سيئه. اما في نفس الوقت لهنا نحكي مع الوزير السابق، في نفس الوقت ما نجموش نقولوا انه على الاقل فما اشاره وقت اللي منحه العائلات المعوزه تزيد ب 20,000 وعددهم يزيد تقريبا 5,000 والحاجه من النوع ذايا. المسألة هذه معناها الإشارة كانت منطقية، على الزيادة منطقية، الزيادة منطقية. احنا في 2012 زدنا 40 دينار، ووقت الدينار مش كما الدينار تو، كان نحب نقارن، ثم وقعت زيادات أخرى راهو الحكومات اللي بعدها زادت، وهذا منطقي وهذا ما معقول، لكن ماشي حاجة إضافية.
مش حاجه كبيره ياسر. الحاجه جديده في مخصوص العائلات المعوزه توا واللي الناس تحكي عليها برشا، انه الاليات الموالات واليات الزبائنيه والكليونتاليزم في واحد رجعت. كيفاش؟ فما ناس بدات الناس تاخذ وناس ما تاخذش. ناس تاخذ بطاقات العائلات المعوزه وناس ما تاخذش. بناء على شنو؟ بناء على العلاقات. مش ولاء سياسي. بناء على العلاقات وبناء على اشياء اخرى. وهذا القاعد صاير في الـ في الـ في الناس اللغط اللي تسمعوا من عند العباد. وهذا مقلق. انا حسب رايي مقلق. شو معناها اللي قاعد تقول فيه كونه فما ناس لاني ماهيش مسانده لقيس سعيد ماهيش قاعده علاقات ولاءات علاقات كما قبل معناها نتاعنا ولا كما قبل نتاعنا ولا مش نتاعنا كما ما هذا انا وقت اللي كنت كنا في الوزاره باش نحيوا الحكايه هذه المساله هذه اول حاجه ما عادش الوالي يشرف على اللجنه اللي تعطي البطاقات وتعطي المنح نحينا الوالي ولات الوزاره الشؤون الاجتماعيه ومعناها الكوميسيون كامله وادرجنا وجوبا في اللجنه منظمات المجتمع المدني وبالاساس حطينا الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان عضو في اللجنه عضو قار في اللجنه على المستوى المحلي والجهوي باش تكون العين الرقيب نتاع المجتمع المدني على 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 التصرف الاداره والدوله هذا نحى وبطبيعه الحال رجعت معناها الماكينه تخدم كما كانت منذ عقود. غدت الذكرى نتاع 14 جان في نهار 15 رئيس الجمهوريه يستقبل الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، لقاء يدور تيل 3 ساعات ونص، ما خرجتش منه حاجه كبيره لانه الفيديو فيها 10 دقائق تقريبا تكلم فيها قيس سعيد 7 دقائق في خطاب ترحيبي تمهيدي ودي مع الامين العام بالطريقه اللي نعرفوها نتاع قيس سعيد، وفي يمكن دقيقه ونص دقيقتين الامين العام لخص شويه اهم النقاط اللي تم التطرق لها في هاللقاء مع رئيس الجمهوريه. هل هي اشاره؟ وفي نفس الوقت بعد هاللقاء الى حد الان ما زلنا ما مريناش حاجه صارت واعلان صار بعد هاللقاء هذا، لانه ما ثم شيء. 3 سوايع ونص. ثلاثة سوايع ونص زوز من الناس يحكيو ما بين أربع عينين، معناها تصير حكايات من المفروض. شوف اللقاء وقع معناها الناس كل تعرف اللي نهار سبت العشية معناها ماهوش مبرمج في غالب الظن يقال بوساطة. لا لا معناها مش مبرمج يعني لقاء اتخذ القرار بسرعة معناها نهار سبت العشية شنو الداعي معناها وبعد مجلس وزراء كان عنده مجلس وزراء الصباح يعني يظهر لي اللي رئيس الجمهورية بعد ما حدث يوم 14 جانفي والصورة السيئة اللي خرجت عليها الدولة التونسية كان عليه أنه يتحرك ويوري حاجة أخرى أنه لا أنا مش فقط قاطع مع الناس وما نحكيش مع الناس هاني راني نحكي مع الاتحاد وهذا هو ماركتينج معناه ماركتينج تسويق وثاني حاجة عنده ملف مع الفمي يزم يفتح الباب مع الفمي ويزمنا نعرفوا الاتحاد في اول اسبوع اعطى تعليقه ورايه في الوثيقه المسربه وكان الموقف سلبي دونك يزم يوري اللي هو قاعد يتفاوض مع الاتحاد وفما حاجه مع الاتحاد هذا هو الهدف ثم شنو المقترحات كان جات ثم مقترحات راهي بنت ما بان شيء تو ما حد شيء مش حتى مقترح عملي للوضعية السياسية والاقتصادية اللي تعيشها تونس ثم كلام وكي اللي يعرف النقابين واللي يعرف نور الدين تبوبي بالخصوص وانا نعرفه بالكدا الداعية اني نعرفه بالكدا بالكدا فهمتني كنك سمعت التصريح نتاعه استنتجت انه ما ثم حتى شيء من اللقاء حتى شيء نتمنى انه التاريخ يكذبني لكن انا اعتبر ما ثمش سي خليل نحب نرجع معاك لمساله البدائل السياسيه اللي تظهر لي مهمه جدا فما لوم الساعه كمرحله اولى فما لوم على التنسيقيه الاحزاب الديمقراطيه والاجتماعيه اللي على مستوى البرامج على مستوى الرؤى تلتقي في عدد كبير برشا من النقاط لكن تنسيقهم يقعد كان ظرفي وفي إطار رد فعل على حالة معينة على وضع معين عمره ما كان تنسيق برواكتيف هذه الحاجة الأولانية الحاجة الثانية
لو فرضنا وجود البدائل السياسية اللي كنت تحكي عليها بكري، في أي إطار باش تتنافس مع النظام هذا؟ هل في إطار انتخابات شفافة ونزيهة والناس تمشي تحط البلتان تاعها، وإلا في إطار كما قبل هاو بديل سياسي تاع معارضة أمام نظام غاشم؟ كيفاش باش تصير العملية؟ احنا نتمناو ساهل حاجة للعملية الديمقراطية ترجع، وانه يبقى باقي صندوق الاقتراع رغم الهنات نتاعو في 2019، معناها باقي صندوق الاقتراع مقبول، وانه يساعد سلطه اللي معناها الشعب صوت لها، معناها مهما كانت الظروف. دونك باقي الرهن على الشيء هذا، والناظر من اجل هذا انه يبقى، وهذا يلزم يبقى معناها تنقيح، يمكن قانون الأحزاب والتمويل، تنقيح قانون الانتخابات، المحافظة على ليزي، يمكن حتى بتحسين المردود متاعها وتحسين القانون المنظم لها، وآليات مراقبة الحملات الانتخابية، وآليات مراقبة كل شيء، معناها حتى الجانب الإعلامي راهو معناها تشوف الغرب، الآراء صبر الآراء، تعرف في الغرب يقولوا لاني إلكتورال، يعني ماشي فتره نتاع معناها الانتخابات فقط، وانا ما السنه اللي قبل اللي يبداو يحسبوك. شوف في فرنسا هذول الانتخابات في افريل يبداو يحسبوا للتونت بارول في التلفز من جانفي، من اول جانفي، معناها ملاقع يحسبوا لهم كل واحد قداش خذا من وقت في التلفزه، معناها هذا مهم جدا، معناها احنا باش ننظموا من اجل هذا. صحيح ان الكلام قلت انه التنسيقيه باقي مازالت في مرحله انها نتلموا للاحتجاج ولا للمطالبه باشياء ماهوش لاقتراح. احنا تو بصدد معناها نقاش داخلي حول الاقتراحات وحول المخارج اللي نقترحوها، لكن ثم ثوابت بالنسبه لنا احنا. معناها الثوابت هي التاليه: اول حاجه ان نحب المسار يحترم المسار الدستوري والمسار المؤسساتي والديمقراطي. ثاني حاجه نحن لا نرغب ونرفض العوده الى منظومه اللي تحكمت فيها حركه النهضه من قبل 25 جويلية، وهذا مرفوض. احنا نحب حقيقة، معناها مش بغرور، وانما معناها بتطلع حقيقي، ان نكون القطب الثالث الحقيقي السياسي اللي يحب يقول للتوانسة راهو ما ثماش كان اما تختاروا الشعبوية الرخيصة والا الغباء الاسلام السياسي ومنظومة الاسلام السياسي. هذا نحب نقوله للشعب التونسي بكل وضوح، ونحن بصدد معناها تصور خريطة طريق للخروج نقترحوها على الحركة الديمقراطية ككل. رغم ما ننساوش اللي هبطوا في 14 جانفي مش بركة مواطنون ضد الانقلاب وحركة النهضة مشيرة فقط، هبط حزب العمال، هبطوا ديمقراطيين معناها ما مستقلين، معناها احتجوا على قانون المالية، هبطوا العائلات الجرحى وشهداء الثورة اللي نكل بهم، وش اسمها سيدة أريدة اللي عم تضرب جوع على ولدها الموقوف، تعرف اللي ولدها ولد شهيدة عمره 11 سنة في عملية تفريق اللي مجموعة متاع العائلات الشهداء وجرحى الثورة قربت 150، فرقوهم بطريقة معناها عنيفة جدا. الولد عمره 11 سنة ضاع في تونس، أول مرة يجي لتونس العاصمة، ضاع ثلاثة سوايع ضايع، لقاه من بعد النايب سليم عبد السلام اللي كان نايب في المجلس التأسيسي، لقاه ضايع باش لقاو قالوا ولاد صغير. هذا مقبول؟ انا المراه مشيت زرتها قالت لي انا نجري في الرقاب ونقول لهم صوتوا القيس سعيد، وصبعي هذا اللي صوت له ندمت عليه. يعني هذا معناها مش نكون واعيين انه اليوم ما ثماش ناس تخمم اللي ماهوش مع قيس سعيد هو ما حركت النهضه، هذا مش صحيح. معناها احنا نرفض عوده هلك المنظومه هذيك اللي هي منظومه ساهمت فيها حركه النهضه مش وحدها، لانه باش نعطيو للتاريخ حقه. معناها الخمس سنين من 2014 و 2019 ساهمت مساهمة أساسية في ترديل المشهد السياسي وفي نتائج انتخابات 2019، واللي كان يحكم وقتها بالأساس هو نداء تونس، ثلاثة رئاسات من نداء تونس راهو ما ننساوهمش. حركة النهضة كانت كما يقولوا ونون بسكات، لكن هذاك يلزم تقييمه بدون معناها الدخول في مسألة رئيس الجمهورية المرحوم الله يرحمه هذاك كل شيء، لكن تقييم العمل السياسي. أحسن داعم للديمقراطية هو الرخاء، هو نمو اقتصادي، هو عدالة اجتماعية. اليوم الوضعية مختلفة على هذا تماما، اليوم نعيش في أزمة بكل أشكالها السياسية خاصة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يخلي الديمقراطية اللي توا كنت تحكي عليها كون الناس تمشي للصندوق باش تختار شكون يحكم
خليها لا معناها من السهل كونه تأثر على الناخب سواء بالشعبوية ولا بغير الشعبوية. اليوم المواطن التونسي البسيط اللي في أكثر من استحقاق انتخابي مشى وقلت أنت غط الصبع في الأحبار يقول لك هذه ديمقراطية هذه شنو جابت لي؟ ما جابت لي حتى شيء، بالعكس جابت لي كان الأزمات. في الأخير من السهل كونه المواطن العادي مهما كان درجة النضج متاعه ينجم ينساق في ثنايا أخرى. شوف أنا معناها كنا ديما نقولوها من وقت بن علي أنه راهو ما 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 تجي الديمقراطية لكن المستوى المعيشي يطلع، لا مش صحيح، لأنه الديمقراطيات في أوروبا بدأت من القرن 19 وقت اللي ما كانتش معناها كانت البروليتاريا وكانت الناس تخدم في المينا والموتى والكذا، وضعيات صعيبة. نجيك حتى للسنين الأخرانية تشوف بلدان كما البلدان البلطيق البي بالت وقت خرجوا من الاتحاد السوفيتي وقعدوا فترة معينة كان فقر ومعناها بلدان صغيرة حجمهم صغير، العدد السكان ضعيف، كانوا تابعين للاتحاد السوفيتي اللي كان يعطيهم الماكلة، وثم وقعت قطيعة مباشرة وقطيعة معناها بسرعة. وهذا الكل بناوا على شنو بلدانهم؟ بناوا بلدانهم. وتوك تشوف ليتوانيا كي تحكي على ليتوانيا معناها بلاد مترفة، المواطنين مترفين، بناوا أول لابال أول اقتصاد هي الديمقراطية والحرية، باش أصبحت من بعد ليتوانيا معروفة باش معروفة بالانفورماتيك تو معناها سي تان بي كي ديفلوبي انفورماتيك بشكل كبير، لكن بناوا على الديمقراطية. الديمقراطية استلابل احنا نحكيه على منوال تنمية جديد في تونس، اعتقد كان كيسكونا اوفرير عندنا دي كومبيتونس، عندنا موقع جغرافي، عندنا اقتصاد متوازن اجمالا دي فوندامونتو ماهمش خايبين، شيء الاضافة اللي باش نعطيه احنا دولة القانون والمؤسسات الحريات والديمقراطية، هذو الثلاثة اشياء اللي هما اساس منوال تنموي جديد. مانيش باش نقولوا رانا باش نعملوا باش معناها النقاشات اللي التقنيه في مخصص الاقتصاد انا هو السيكتور اللي باش نعمله انا صحيح مهمه جدا، لكن بدون الاساسيات اون ريان اوفرير. معناها اللي باش يصنع صبات في اوروبا اسهل ويمشي لالبانيا ارخص، هو يخمم باش يعمل ارخص، لازم حاجه اضافيه. اش عندنا الاضافه؟ هي الكفاءات وهي هذه المساحة متاع الديمقراطية والحرية ودولة المؤسسات والقانون. كوزير شؤون اجتماعية سابق اليوم نهار الخميس 20 جانفي هو ثاني أيام إضراب البريد، إضراب تم الإعلام عليه رسميا في 23 ديسمبر 2021. الجامعة العامة للبريد تقول وخاصة أصابع الاتهام تتوجه للمنشور 20 هذا اللي عطل المفاوضات سواء في التفاوض ولا لإلغاء الإضراب. هل منشور هذا ينجم يكون قنبلة موقوتة هو اللي يخلي الأحداث يمكن تتسارع؟ أكيد، معناها التعامل مع الإضراب هذا لو كان جاء إضراب مفتوح ولا في معناها مؤسسة حيوية جدا معناها تقول مثلا البرط تستعمل التسخير، ما تستعمل التسخير في إضراب بتاع البريد ثم عمليات نجم تتأجل بنهار ونهارين وماشي مناش في فترة بتاع خلاص الأجور ولا بتاع الأجراء ولا المنح بتاع المتقاعدين، دونك مانيش في الفترة هذيك، دونك كحق التعامل كان بأكثر أريحية. ونقول لك راهو منظمة العمل الدولية البي تي تراقب الحريات النقابية عن كثب في كل بلاد، وأنا نعرف معناها وقعت لي هذه معناها في وقت اللي كنت في الوزارة معناها كل ما وهذه يعتبر معناها مس من الاتفاقات الدولية اللي ممضي عليها الدولة التونسية في احترام حق الإضراب وفي معناها احترام مبدأ التفاوض، وهذا الدولة التونسية سوف تقع مساءلتها في شهر ماي، وانتوا تذكروني قلتها لكم اليوم في لجنة الحريات النقابية اللي تابعة للبي تي واللي تحضر فيها الدولة التونسية، والوزير الشؤون الاجتماعية سوف يقع مسائلته حول النقطة هذه، كيف تجرأ الدولة التونسية على التسخير غير قانوني وعلى منع حق الإضراب وعلى رفض التفاوض في مؤسسة من مؤسسات الدولة. والمنشور 20 سوف معناها يقع معناها الحكومة في نفس الوقت تقول لك راهو هذايا عمره ما كان اللي ضرب الحق النقابي، لكن باش نحصروا المفاوضات هذايا لأنه فما عدد من المديرين من الوزراء السابقين خذاوا يعني تعهدات عندها امباكت فينانسي من غير ما تكون المالية أو رئاسة الحكومة في بالها. هذاك مانيش مدخلني فيك، قلك
نظم صفوفك انت، انت اللي في الحكم، انت اعطي منشور الواحد قل لهم معناها ما تاخذوش قرارات الا بالتشاور معايا، مش ما تفوضوش، وهذا هو الفرق. معناها احنا كنا معناها كل الحكومات مش عندما تتفاوض وفما الجانب المالي بالضروره الوزاره المعنيه والمؤسسه المعنيه ترجع لوزاره الماليه وتعطي رايها في النقطه هذه باش تقبل ولا ما تقبلش، وترجع لرئاسه الحكومه. هذا الكل معناها موجود، معناها هذا عادي، معناها كان باش تولي ما نتفاوض الا ما تعطيني اذن باش نتفاوض، هذه رفض التفاوض، وهذا واضح الاتفاقيه الدوليه تونس ممضي عليها ما فيهاش معناها كل وضوح واضح. وذكرني في شهر هي معناها الدوره السنويه نتاع البي تي اخر ماي دي بيجوان، وتونس باش تقع مسائله الحكومه التونسيه حول النقطه هذه في لجنه الحريات النقبيه. تعتقد كون الحكومه فيما يخص المنشور 20 هذا يزم تراجع موقفها، يزم شنو تنصح؟ نصح ان تلغيه وكاو، نصحها لتلغيه، وانا تعمل اجتماعات بالمسؤولين الموجودين على الوزارات وعلى المؤسسات العموميه انهم معناها في عمليه التفاوض يكون معناها الشيء هذا. مش نذكر اللي فتره معينه في الترويكا، على اول ما جات الترويكا بطبيعه الحال حكومه جديده وناس جدد ومش مستنسين بالحكم، بعض الوزراء مشاو في تفاوض خاص وكل شيء، ثم تم اتفاق بالحكومه قلنا مش ممكن هذا، تم اتفاق. عاده وزاره الشؤون الاجتماعيه لا تتدخل في مفاوضات الوزارات الاخرى مع منظوريها مع نقابات نتاعها، لكن اتخذ قرار انه وزاره الشؤون الاجتماعيه تكون باش تكون عندها على الاقل عندك ان بوان داتاش اللي يالف لك بين النقاشات الكل، وتربط العلاقه مع وزاره الماليه ورئاسه الحكومه باش على الاقل ما تقعش تجاوزات والناس تمضي اتفاقات صعب تطبيقها معناها، وهذا هذا كان لازم يقع. قلت لي نعرف بالكدا نور الدين الطبوبي، تعتقد كونه في اطار الضغط اللي نجم يسلطوا على السلطه على الاقل للحصول على قبوله في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نجم يحط هالمنشور هذا على طاوله ولا عنده اوراق ما اقوى يحطهم على الطاوله؟ لا، المنشور هذا ما يعنيش لفمي، من لفمي ما يهتمش بال، لا لا، كعلاقه الاتحاد بالحكومه، لا لا ما لا اعتقد انه هذا ماهوش ورقه ضغط كافيه، ماهوش ورقه، لا ماهوش ورقه ضغط، لانه النقابيين يعرفوا اللي المنشور هذا معناها في الواقع مش لا يطبق، وهو بعد الاضراب نتاع البريد مش الحكومه عاجلا اجلا باش تتراجع فيه. أي تقول انت الحكومه مش تراجع فيه، تعرف اللي هي معركه مربوحه. ما لاشي ورقه الضغط الاخرى اللي نجم يحطهم الاتحاد على الطاوله؟ المفاوضات العامه حول الزيادات في الاجور في الوظيفه العموميه معناها لازم هو اللي هو بالنسبه لي الاتحاد تظهر لي في هذا الامتحان الحقيقي بالنسبه ليك لحكومه نجلة بودن على المستوى مع الاتحاد، هذه من النقاط الكبار معناها. وبطبيعه الحال سياستها معناها بقيه السياسه نتاعها فيما يخص التشغيل والاسعار والصندوق التعويض اللي معناها شنو موقفها من صندوق التعويض وتجميد الاجور وتجميد الانتدابات. انا نحب نقول كلمه على قطاع الصحه انه معناها في قانون الماليه مبرمج معناها حذف 7500 ولا 600 موطن من قطاع الصحة بعد خرجنا من الكورونا، وبعد ما معناها الناس ضحات في الكورونا وفما ناس ماتت بالكورونا لأنها خدمت في معالجة الكورونا، معناها نقاو روحنا باش نحيو 7500. عادة ثم 1500 معدلا يغادروا للتقاعد كل سنة في قطاع الصحة، عادة هذا المعدل. 6000 الاخرين ايش معناها؟ معناها اللي عندهم عقود الكل سوف يقع طردهم بكل وضوح. معناها وهذا غير 600 مليار. ها؟ و600 مليار من ميزانيه الوزاره. 600 مليار من ميزانيه الوزاره، ونعرفوا الناس الكل تعرف اليوم الوضعيات نتاع المستشفيات العموميه، نجم نعطيك هكا رقم تقديري انه لا معناها ليزام بي نتاع المستشفيات العموميه حاليا توا معناها لا تقل على 800 مليار. لا تقل على 800 مليار. ليزام بي نتاع السنين الاخرين بركه مش نتاع القدم. يعني هذه الوضعيه معناها اليوم، ولزوم زدت نحيو لنا من الميزانيه نتاع وزاره اللي هي وزاره مهمه في زمن ما بعد الكورونا، معناها هذه الاشاره الايجابيه لحكومه نجلة بودن ان كانت حكومه. سي خليل الزاويه جزيل الشكر على حضورك في باختصار. لا نحب نعبر على معناها استيائنا من القرارات في مخص المجلس الاعلى للقضاء اللي معناها قرار رديء وما يرتقيش
ويرضي للمنظومة القضائية وليست بهذا الشكل بيقع الإصلاح القضاء. ومعناها أعتقد أنه قرار وقتي وسوف يقع تراجع عنه بالسلطة الحالية وبالسلطة أو من السلطة القادمة. شكرا لك خليل الزاوية. مروان عاشوري شكرا، كان معنا في الإخراج عليا باشا، وتلقوا الفيديو في الديجيتال على فيسبوك ويوتيوب مع تقوى المديوني وليد برحومة. نحييكم قلكم شاهية طيبة. شكرا لأسامة الحكيري في الأعداد. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. باي باي.